بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتابك مبارك صحيح ما مسلم، باب محل الله البر والصلة والأدب. شيخ وحقبتي رحمه الله تعالى، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. لحرمي إن حمان لسم لي ليس جاسوس حمات اللي قترتمو ليس فلسوب يوحي نحو حلم ذا. قال إمام سوره رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم إيوا الظن وحيي كقدق يا إنا كنا واتان ملا فإن الظن أكذب الحديث ملغو حويا شاكو أما تنقح بان بضوي معنا حديث شاكو تنقح بان بضوي ولا تحسسوا معنا تحسسوا حين قف كينو موقف مسلم كا وحان لو باخنين انت بدل محل قف وكراديه ما سمحان الله هاي محل الله هاي وحوري ولا تحس معنا انت بدل وحكومه ذا قف كينو محل وناقيس ابا وراديو مره قرت وحلا قف انه عندك محل الله هاي انه قفكو محل الله هاي ميل خلا اد يا ديكا مسخن محل الله اي او كبدلو وحلو ولا تجسسوا هاي جاسوسنا ولا تنافسوا معنا حتى ترتمين وترتن حن وحمات لو ترتما اما دد لا ديبا حكو ترتمينا دد لا عيو حكو ترتمينا لكن تنافسك انه وناق محل الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ان خير خلو ترتموا لو قليت ولا تحاسدوا هاي حسدنا ولا تباغضوا هاي سعروننا ولا تدابروا دبر هاي سجيدنا وكونوا عباد الله إخوانا. الضوء منك إلهي معنا ولا على النقضة. قال إمام مسلم رحمه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحري لا تهجروا معنا لا تهجروا معنا حيث حكينا التقينا ولا تدابروا دبر كاي سجيدنا ولا تحسسوا معنا حماتنا عندنا عدد ولا يبيع بعضكم على بيع عدل وقفكين يوسين إبسلين وحو بلالكي وقطي معنا شرعكم حد قف وقطي وانا باطي وكونوا عباد الله إخوانا الضومنك إلهي ولا على النقضة. قال إمام مسلم رحمه تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا. تناجشوا حويا إن باع الله يسكو فلسوا لما سوق وحكي زنية من مرة بينه قطو إنه باع كوريو ربا إنه كان حولها وطابع كي ينسباع لعقته بضيو ربا شنع ذو موقلا وكونوا عباد. لكن هذا هو هذين إنا وحقات ربطوا الدلالك وحقود رسطوا أما محل هذا وحقود رسطوا وحني باعتوا كجر أمالي وكونوا عباد الله إخوانا. قال إمام مسلم رحمه حدثنا حسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد قال لا تقاضعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد إخوانا كما أمركم الله. أهذا ولا لو صدوا إله إذين أمرين. قال إمام مسلم رحمه تعالى وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله يا إخوان. انت صنن وحلو ديدي ام ولا لمدي يكلغعيلك اسلامي دوات اي سو غرتو هدي ليس ليسنا غدار محل دبر ليس جيديو ليس ياسوسو محل بين ليس كشيغو محل لهي ليس فلسو. انت صنن وحي كينسا ولا لمدي الهي امر الا ادكيو ايا دبات سو غاراي شيخ و هو سو قري كتاب كو خجي باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وذمه ودمه وعر و هو شيخ قري باب تحريم ظلم المسلم مسك محل حرمي ظلمي جيس لا حرمي وخذله الا دليستو لدليو احتقاره الا لا يهانيسو ودمه دي جيس محل الله اي لا حرمي وعرضه شرف كيسه ايو ماري حوليسه. قال امام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمه ابن قعنبي قال حدثنا داوود يعني ابن قيس عن ابي سعيد مولى عامر بن كريز عن ابي هريره قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري لا تحاسدوا هيس حسدنا ولا تجاجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله يا اخوان. انت سوى شغله الا اوغرين المسلم اخو المسلم نيك مسلم ولكن هو مسلم لا يذلمه ظلم الماء ولا يخذلهم معنا كإهان معنا
دلين ماي معنا أجرجار ماي معنا جرجار لا نجي ماي ولا يحقره حقر ماي التقوى هنا قلبي على كعبس يقول هذا هل كان ويشير إلى زيد ثلاث مرات مثلا قلبي يسيء لا يستحجر الماء بحسب مريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ذا قفك وحشر قفلا إنه ولكن مسلم أو حقره المسلم كل المسلم كل المسلم على المسلم حرام قف والبو قف كل مسلم كحرام ديجيس ماله يعرضه شرف كسيء لما توجارجي قال إمام مسلم حدثنا أبو الظاهر أحمد بن عمر ابن صرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو ابن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله ابن عامر ابن كريز يقول صور سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث داود أي الشغي وزاد ونقص وأكرني وأكجابي ومما زاد في وحكمه وحكمه إن الله لا يضر إلى أجسادكم إلى جركين في رماء ولا إلى صوركم سدى أطال إلهي في رماء ولكن يضر إلى قلوبكم لكن إلهي قلبك أي في رماء وأشار بأصابعه إلى صدري فريس أي وحكمه الله بقلبك إيسا قال أبو داود قال إمام مسلم حدثنا عمر بن ناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن مرقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري إن الله لا ينظر إلى صوركم إلى فيرن ماي ساد أطالب وأموالكم انت حول الله ولكن ينظر إلى وحفيرن يا إلى قلوبكم وأعمالكم إلى وحفيرن قلبي هذا عمل كذا حول أساك سيء محل أساك محل هاي كأبوري إلهي هو دنك ملك لكن إلهي وحفيرنا يا قلبي هذا وحفيرنا يا إلهي وحفيرنا يا عمل كذا وحفيرنا يا مركضوا قلبي في عناه عماش في عنانه هذو قلبي وحماضه ده عماش ولا هو حمانه مركوف مومك دائما وابدا إنه سيدا وياي محل الله هاي وناك الراديو والله غمارمان بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.